طيب لو انا مش عارف ان انا عندي كبت نفسي اعرف منين؟ بنقول في علامات كده بتقولك ان انت الخزان النفسي بتاعك مليان ولازم تفضيه. اول ما الاقي نفسي عصبي قوي، يعني الناس كتير بيقولي في الجلسات احنا تمام، احنا حياتنا كويسه جدا، انا عندي مشكله واحده بس، ان انا عصبي، انا مش عارف اتحكم في عصبيتي او في غضبي، انا ردود افعالي دايما عنيفه، اي حد يكلمني بتعصب عليه، في الشغل بتعصب عليهم، في البيت بتعصب عليهم، صحابي بتعصب عليهم، انا ماشي ايه، انا شخص عصبي. فهو بيفتكر انه ده طبع فيه، ممكن يكون ده طبع، ولكن اسال نفسك انت اخر مره اتكلمت امتى، انت اخر مره عبرت عن غضبك امتى، انت اخر مره قلت لحد مضايقك انه مضايقك امتى. العصبيه من العلامات الواضحه جدا ان الشخص ده مكبوت نفسيا جدا، مضغوط جدا، ما بيفرغش، ما بيتكلمش. ايه كمان من العلامات اللي بتقولي ان انا عندي كبت نفسي؟ ان انا اكون دايما في حاله من التوتر. احنا بنقابل النوع ده من الناس حوالينا كتير، تلاقي شخص هو مش عصبي بس هو متوتر قوي، توتر زياده عن اللزوم، دايما عنده مخاوف، دايما عنده قلق، دايما مش مرتاح، ولاقي الشخص ده دايما ايه يجيله، عاده يجيله الضغط او يجيله السكر او يجيله امراض القولون والمعده نتيجه ان هو دايما قلقان ومتوتر. بنسميه كده الجهاز العصبي بتاعه خلاص مش مستحمل، خلاص هو على اخره، فتلاقيه من اقل موقف يبقى قلقان جدا ومتوتر. بنقول كمان من علامات الكبت النفسي رد الفعل المبالغ فيه. يعني انت مثلا حصل معاك موقف بسيط تلاقي انت رد فعلك كبير جدا جدا جدا، وكمان الحساسية المفرطة، الناس اللي هو ايه يعني مجرد ما تقول له حاجة يبدأ يعيط، مجرد ما مثلا لو انت صبحت عليه بطريقة ما عجبتوش يزعل منك وياخد موقف ويبعد عنك ومبقاش عايز يتعامل معاك تاني. بنقول رد الفعل المبالغ فيه قوي اللي يعني بنقولها كده حد بيعمل تهويل للمواقف، الشخص ده عنده نوع من أنواع الكبت النفسي. كمان الشخص اللي عنده كبت نفسي بيجيله حاجة كده بنسميها في علم النفس الأمراض النفس جسمية. يعني إيه؟ يعني الأمراض الجسدية اللي سببها نفسي. أوقات ناس كتير تقعد تلف عند كل الدكاترة والدكاترة في الآخر يقولولها إيه؟ حضرتك انت التحاليل بتاعتك تمام، انت بس نفسيتك تعبانه، روح لمتخصص نفسي، روح لدكتور، روح لاخصائي. فالناس تستهون، لا يا عم عالج لي بس الحاجه اللي انا جاي بيها، يقول له هي مش هتتعالج، انت محتاج تعالج النفسيه. زي ايه الامراض النفس جسميه؟ زي الضغط، السكر، امراض المعده، ضربات القلب السريعه، كل الحاجات دي ان انت تكون في حاله ما انتش مستقر، انت مش مرتاح، اضطرابات النوم، اضطرابات الاكل برضو أسبابها نفسية. بنقول كمان إن الشخص اللي عنده كبت نفسي لما يجي يتعرض لموقف ممكن يحصله حاجة كده زي بانيك أتاك، يعني ممكن يبدأ إن هو يتوتر جدا جدا، ممكن يبدأ يعيط، يجيله حالة رعشة، يجيله حالة من التوتر الشديد جدا، ما يبقاش عارف إن هو يسيطر على نفسه. وبنلاقي الناس اللي هي بيجي لها البانيك أتاك اللي هو مش قادر ياخد نفسه خالص، بينهار تماما، مش عارف يسيطر على نفسه، ده بيكون ناتج عن كبت نفسي شديد جداً.